بعد مرور أكثر من 50 عاماً على إنتاجه، يعود الفيلم المصري الرائع المومياء للمخرج شادي عبد السلام إلى الواجهة، لكن هذه المرة بتقنية غير تقليدية. تقرير يلقي الضوء. يا من تذهب ستعود، يا من تنام سوف تنهض، يا من تمضي سوف تبعث. بهذه الكلمات من كتاب الموتى الفرعوني يفتتح المخرج المبدع شادي عبد السلام فيلمه الشهير المومياء. وبالفعل بعد أكثر من 5 عقود يبعث المومياء مجددا ويعود بتقنية 4K على اليوتيوب. الفيلم الذي أنتج عام 1969 مستوحى من قصة حقيقية حدثت في أواخر القرن 19. قبيلة في صعيد مصر تعيش على سرقة وبيع الآثار الفرعونية، وعندما يموت شيخ القبيلة يرفض أولاده أمر سرقة الآثار، فيقتل الأول على يد عمه بينما ينجح الثاني في إبلاغ بعثة الآثار عن مكان المقبرة التي تبيع قبيلته محتوياتها. هذه التجارة لن تستمر بعد اليوم. أي تجارة أخرى تعرف إذا؟ إنك لا تعرف حتى هذه. الفيلم قصة وسيناريو وحوار وإخراج شادي عبد السلام، وبطولة أحمد مرعي، أحمد خليل، زوزو حمدي الحكيم، عبد العظيم عبد الحق، شفيق نور الدين، ونادية لطفي. يعتبر المومياء من أهم الأفلام العربية التي قدمت في تاريخ السينما، وهو يعالج قضية الهوية والحفاظ على التراث الحضاري. نال العديد من الجوائز الدولية واحتفلت به مهرجانات عالمية. وللمزيد من المعلومات حول هذا الفيلم نستضيف معنا الناقد السياسي السينمائي والأستاذ الجامعي جورج كعدي. أستاذ جورج صباح الخير. صباح الخير. إذن المومياء لشادي عبد السلام نال العديد من الجوائز الدولية، كما أنه اختير كأفضل فيلم عربي لعام 2013. برأيك لماذا كل هذه الشهرة لهذا الفيلم، علما أن الكثير من الأفلام سواء العربية أو العالمية تناولت قصص الفراعنة؟ نعم، أولا يعني ليس هو بالمطلق الفيلم الأبرز، ولكنه فيلم مفصلي، يعني فيلم محطة، كالت موفي، يعني لأنه فيلم فريد. أما لماذا تميز عن الأفلام الأخرى التي تناولت مثلا تاريخ الفراعنة، فلأن هذا الفيلم من صنع رجل ينتمي إلى هذه الحضارة، هو من صلب هذه الحضارة وليس يعني متغربا عنها، فيكفي أنه مصري لنعرف أهمية أن يعالج التاريخ والحضارة التي ينتمي إليها شادي عبد السلام. يعني أستاذ جورج، اليوم هذا الفيلم أصبح على اليوتيوب بتقنية جديدة، تقنية 4K. ما أهمية هذا الموضوع، وهل هي لأهمية الفيلم بنفسه، وأيضا كيف سينعكس على مزيد من شهرة لهذا الفيلم؟ هذا يتيح للمشاهدين الجدد أو الأجيال الجديدة الاطلاع على هذا الفيلم التاريخي الذي يعود إلى 1969، ولكنه عرض رسميا مثلا في مصر سنة 1975 بعد 6 سنوات، وهذه مفارقة لها دلالاتها. هذا مهم لأنه يعني هو يقوم على جماليات أساسية في الصورة وفي الألوان وفي يعني تقطير الكادرات وإلى آخره، فمن المفيد جدا أن يكون بهذه التقنية الحديثة 4K لكي نرى صورة جميلة، لأنه هو في الأصل صورة جميلة، وإبراز هذه الصورة الجميلة يستلزم يعني يستلزم تقنيات عالية مثل 4K، وهذه فرصة مثل ما قلت للأجيال الحالية التي لا تعرف أهمية وفرادة هذا الفيلم التاريخي. إذا أردنا أن نتحدث عن شخصية شادي عبد السلام، هو لم يكن مخرجا عاديا، بدأ حياته الفنية كمصمم للديكورات في أفلام عالمية،
وهو أيضا لم يعمل من أجل الربح أو الدعاية أو الشهرة، إنما كان لديه فكر، كان يؤمن بالحضارة الفرعونية وهي يجب برأيه أن تدرس للأجيال القادمة. برأيك المخرج أو الفنان عموما عندما يكون صاحب قضية، إلى أي حد ذلك يساعده في النجاح والإبداع؟ بالتأكيد كما تفضلت هو صاحب قضية، يعني نقول عن هذه الفئة من المخرجين إنهم يعني مخرجون مؤلفون أوتور، يعني السينمائي المؤلف هو صاحب قضية صاحب التزام، وهذه نقطة تسجل لشادي عبد السلام لأنه كان يعيش هذه القضية في فنه وأفلامه. هو رجل متعدد مثل ما قلت، هو يعني درس حتى في معهد فيكتوريا وفي بعدين في جامعة في الإسكندرية، درس الفنون التشكيلية والفنون المعمارية وحتى الموسيقى، يعني هو متعدد المواهب والإمكانات والأفاق الفنية، وهذا ساعده كثيرا في أن يكون فيلمه المومياء يعني محطة حتى جمالية. بغض النظر عن المضمون، هو متميز جدا في الناحية التشكيلية، يعني للملابس، الديكورات، اللاندسكيب، يعني أماكن التصوير، الملابس، وهذه أمور برع فيها شادي عبد السلام، حتى أنه اشتغل مثلا صمم الملابس لفيلم صلاح الدين ليوسف شاهين، وكان مقربا من يوسف شاهين أحد أعلام السينما المصرية والعالمية، وكمان هو نال رضا مخرج كبير آخر معلم صلاح أبو سيف وكثر، يعني هو نال اعترافا بفيلم واحد، وللأسف أنه توفى مبكرا في عمر 56 عاما، وكان لديه مشروع فيلم عن أخناتون، كان لديه فيلم عن أخناتون، والتصاميم الأولى يعني ستوري بورد يعني الديكورات والملابس والشخصيات رسمها بيده بشكل رائع، يعني هو ليس مخرج سينمائي رائع. طب لماذا لم يبصر النور أخناتون أستاذ جورج؟ لماذا لم يبصر النور أخناتون؟ لأنه كان لأنه كان يحضر له وفاجأه الموت. يعني هذا فيلم ضخم، يعني نستطيع أن نتوقع منه كان أن يكون بمستوى الأفلام الهوليوودية، يعني مثلا جوزيف المانكيفيتس اللي عمل فيلم كليوباترا وهو يعني من أصل أوروبي ومخرج هوليوودي معروف ومهم ومعلم، كان ممكنا أن يكون فيلم شادي عبد السلام أكثر أهمية مثلا من كليوباترا، ومن بعض الأفلام التاريخية الضخمة لكينغ فيدور وهاري كينغ وسيسيل بي دوميل. يعني يا ليت كان له الحظ وكان لنا الحظ أن ينجز أخناتون، لكان تحفة عالمية وليس مصرية فقط. سيد جورج، يعني يعتبر من المخرج بأنه من أكثر الأسماء الذين آمنوا بالتاريخ، فهو كان يقول أن التاريخ قطعة حية بالنسبة له. هل برأيك هذه الرسالة أو ما كان يؤمن به هو السبب في تميزه وفرادته؟ مثل ما ذكرت سابقا أن السينما المؤلف حين يكون المخرج ليس مخرجا تحت الطلب، يعني يصنع السينما التي يؤمن بها، وهذا الموضوع آمن به منذ أفلامه القصيرة التي سبقت المومياء، يعني موضوع الفراعنة والتاريخ والهوية، يعني هو يشتغل ليس فقط على التاريخ بل يشتغل على الهوية، يعني كبحث عن الهوية. موضوع الفرعوني بالنسبة لشادي عبد السلام هو موضوع يعني جوهري أساسي، يعني يرتبط بالهوية، بالبحث عن الهوية، وهذا مطروح في شخصية ونيس بالفيلم الشاب اللي كان بالفعل الموضوع الأساسي بالفيلم المومياء، عدا القصة الفرعونية وبيع الآثار وإلى آخره، هو البحث عن الهوية، يعني هو كان الألتر إيجو للمخرج وينطق بلسان المخرج هذه الشخصية الشاب. فطبعا الموضوع هو موضوع ربط التاريخ بمسألة الهوية، هذا موضوع جوهري وأساسي عن شادي عبد السلام منذ أفلامه القصيرة إلى فيلم المومياء إلى الفيلم الذي كان متوقعا لو قيد له أن يعيش أن ينجزه وهو أخناتون. الناقد السينمائي والأستاذ الجامعي جورج كعدي، شكرا جزيلا لك.